أعزائي المتابعين، لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة ورن الجرس ليصلكم كل جديد. والآن نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة يا جماعة هنتعلم طريقة جميلة سريعة لتنظيف الكتل. زي ما احنا شايفين الكتل اهو شكله ما يصرش، اهو عليه دهون من بره ومن الداخل زي ما احنا شايفين كده، اهو مليان املاح اهو وترسبات نتيجة للاستخدام المتكرر. احسن طريقة هنعمل كده يا جماعة، هنجيب المية اهو وهندلق فيه مية اقل شوية ونملاه مية الا شوية اهو كده يا جماعة. هنجيب البطل هنا في شغل في الموضوع بتاعنا ده هو ملح الليمون يا جماعة، وهو بيتحد مع الترسبات اللي تحت اللي موجودة وبيدوبها. هنحط ده 50 جرام ملح، هنحطه هنا ملح ليمون اهو كده، ونحطه في الايه ونشغل بسم الله الرحمن الرحيم كده لحد درجة الغليان اهو كده يا جماعة، ونشغل كده اشتغل ونسيبه يشتغل معاه شوية. طبعا هنسيبه كده، هنسيبه يغلي ونرجع لكم تاني. زي ما شايفين يا جماعة بدأ يغلي اهو، واللون بتاع المية ابيض وبيسيح الترسبات الموجودة جوه اللي هي تقريبا بيضة، وهيطلعها معاه وهينظف كل الترسبات اللي جوه ويدوبها وتبقى سهلة الإزالة. نسيبه برضو يغلي. بصوا يا جماعة المنظر الغريب دوت، المية عمالة تطلع وتنزل وفيها كده زي ما احنا شايفين اهو حاجات بيضة او الملح اللي داب مع الملح والترسبات اللي جوه، هو كده فصل. هنسيبه برضو يبرد شوية ونشغله تاني. سيبناه يا جماعة يبرد شوية، وزي ما احنا شايفين كده نلاحظ اهو ان بدأ ينضف والترسبات اللي جوه بدأت تروح. هنرجع تاني نشغله اهو شوية كده تاني، برضو نديله غلوة تاني علشان برضو ما يبقاش في حاجة خالص اهو. فصل اهو يا جماعة اهو، ومية بتغلي جامد وبتتفاعل مع الملح، ملح الليمون مع الترسبات، ونروح نسيبه يبرد شوية. هنشغله يا جماعة لتالت مرة، برضو المية هتغلي فيه. طبعا احنا بنعمل كده عشان تأكيد اي حاجة او اي رواسب تخرج ويتفاعل معاها. كده المية بتغلي، طبعا المية عشان مش في كله، مش في كل البتاع ده، مش في كله يعني مش مليان كله. هنعمل حاجة كده عشان الأجزاء اللي هي الجانبية ديك والبسبوس ده بالذات اهو يا جماعة، زي ما احنا شايفين كده اهو اهو، بجيب المية تخرج من البسبوز عشان تنظف وتتفاعل برضو مع الجزء اللي في البسبوز لانه برضو فيه شوية رواسب، وندلق كده اهو كده تمام
اهو يا جماعة زي ما احنا شايفين اهو، نضف والثلاثين بدأ يلمع، وهنسيبه كده شوية وهقول لكم نعمل فيه ايه. شوية المية دول السخنين اللي احنا خدناهم هنجيب اي مسحوق تنظيف، انا جايب نوع مسحوق اهو بتاع الغسيل او صابون بتاع الغسيل برضو اهو يا جماعة، وهنجهزهم دول اهو، وهندلق شوية كده ونسيبهم فترة مع شوية كلور من دول، برضو الكلور بيساعد على التنظيف وإزالة الدهون، وغير كده معقم طبعا معروف اهو يا جماعة كده، وهنسيبهم مع الليفة ديك صابونة ليفة المواعين اهي، ونسيبهم دلوقتي لان انا لسه هعمل حاجة تانية برضو هقول لكم عليها. بعد كده يا جماعة هنجيب شوية كلور مش كتير برضو كده، عشان ايه؟ لو في دهون من جوه اهو كده، ونديله برضو ايه غلوة اهو يا جماعة كده، وبرضو شوية مسحوق بساط كده اهو اهو يا جماعة، مش كتير برضو، اي مسحوق صابون او تنظيف يا جماعة اهو، وهنقفل عليه ونشغله شوية غلوة بس اهو يا جماعة، نشغل اهو ونسيبه يغلي وارجع لكم تاني. خلاص كده يا جماعة سخن ونضف من جوه، وهننضفه بس وانتوا حاطينه على النار خلي بالكم من الفوران عشان ما يفورش، عشان الصابون مع الكلور بيفور وبينزل ايه بره. طبعا ما تملوش الكاتل كتير عشان الفوران ده، وقبل ما يفور يعني يفور اروح فاصل على طول بسرعه عشان ما يغرقش الدنيا، او الاحسن ان انا احط الحاجات دي بعد ما اكون سخنت الميه عشان برضو ما تفورش. كده يا جماعه هنفضيه بقى من الميه، او نشوف ايه زي ما احنا شايفين كده اهو نضيف، هنشيله من الصابون دوت، هفضيها يا جماعه من الصابون والميه ديت وارجع لكم تاني. زي ما شايفين يا جماعة بعد ما نضفنا، بعد ما فضيناه من المية ما شاء الله بقى بيلمع اهو جوه، وما فيهوش اي حاجة اهو، بس احنا كده محتاجين ننضفه تنظيف كده بمية وصابون وشوية كلور عشان الدهون اللي بره ديك، وهوريكم برضو اهو. ادي يا جماعة الايه، طبعا هنشيل الكهرباء القاعدة بتاعت الكهرباء ديك، وهننضف كده من بره اهو، وهنضفه وارجع لكم تاني. نكمل يا جماعه تنظيف معاكم، حته سلك الومنيا كده اهو، بصوا يا جماعه اهو، ونشيل المواد العالقه ديك اهي او الدهون، بس البطل هنا يا جماعة ملح الليمون، هنا بطل المسلسل ده أو القصة ديك أهو يا جماعة كده أهو. طبعا العملية دي ممكن نقوم بيها كل يعني أسبوعين تلاتة كده، أو كل ما نشعر إن في حاجة غلط. هنسي برضه هننضف البلاستيكات ديك اهو يا جماعه،
وعشان ما اطولش عليكم اكمل انا وارجع لكم تاني. خلاص كده يا جماعه تقريبا خلص اهو، فاضل حته صغيره بس اهو 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 يا جماعه طبعا، وهنشفه كده. انتوا طبعا هتغسلوه اهو، وزي ما احنا شايفين كده اهو نضف وبقى بيلمع زي ما احنا شايفين، ومن الداخل سبحان مغير الاحوال. شفتوا يا جماعه الثلاثين رجع لاصله زي ما كان جاي مع جاي الاول. طبعا في حاجه تانية، القعده ننضفها اهي يا جماعه، القعده بتاعته برضو بنفس الاسلوب ده اهو زي ما احنا شايفين كده، وهنجيب حته ونعصرها كده على قد ما نقدر، عشان دي برضو في كهرباء مش عايزين ندخل ايه كهرباء من الداخل اهو يا جماعه. طبعا لازم تتنشف الحاجات ديك بعد ما نصبنها تنشيف جيد جدا. انت عارفين دي كهرباء، اولا مش عايزين ندخل ميه جوه عشان ما تصديش، وتاني حاجه عشان ما تكهربناش اهو يا جماعه كده اهو. وبالسلك الالومنيوم الحاجات اللي هي ايه ماسكه جامد ديك اهي اهو يا جماعه اهو. الجناب معانا هنا المسحوق اهو اللي احنا عملناه من الكلور والصابون. طبعا في حاجه عايز اقولها لكم بالنسبه للكلور والماده واللي هو المسحوق بتاع الغسيل ده، يعني مفيش داعي تحطوه وهي الميه بتغلي، اقفله عشان اقفله الكتل عشان الميه بتفور وبتطلع وهتغرقكم. فالاحسن بعد ما تسخنوا الميه في الكاتل ضيفوا له الاضافات ديت اللي هي شويه كلور وشويه مسحوق غسيل او صابون غسيل عشان ما يغرقكمش، لان دي ماده فواره بتفور زي ما احنا شايفين كده يا جماعه. هنضيف اهو طبعا، وهنعمل دي كمان الفيشه برضو هنعصرها كده نص عصره اهو يا جماعه كده يعني ما تحطوش الكلور على النار وهو بيفور، لانه بيغرق بيزيد وبيفور بيغرق الدنيا. حطوه هو ايه مقفول الكتل اهو يا جماعه كده اهو اهو ما شاء الله يا جماعه اهي بتلمع اهي. ارجو ان تكون دي فكره عجبتكم، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بس قبل كده يا جماعه بعد ما تصبنوا وتنضفوا وتغسلوا الحاجات ديك تنشفوه جيدا عشان ما تركنش جواه الميه ويصدي العده التصدي من الداخل من داخل القعده. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.